مدينة جورج تاون تقع على الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا. وهي ثاني أكبر مدينة في ماليزيا، تشتهر بأنها واحدة من الوجهات السياحية الشهيرة في دولة ماليزيا، وهي موطن للعديد من المعالم السياحية والتاريخية. تشتهر جورج تاون بأنها واحدة من الوجهات المفضلة لدى الذواقة من جميع أنحاء العالم، وكثيرا ما توصف بأنها عاصمة الطعام في ماليزيا. تشتهر بأنها موطن للكثير من المطاعم الرائعة، بالإضافة إلى عربات الطعام التي تنتشر في كافة أنحاء جورج تاون. إليكم مجموعة من أفضل الوجهات السياحية في مدينة جورج تاون. شوارع مدينة جورج تاون القديمة تمثل القلب النابض لمدينة جورج تاون. يمكنك أن تستأجر واحدة من الدراجات ثلاثية العجلات لكي تأخذك في جولة في شوارع منطقة جورج تاون القديمة. هضبة بينانغ كالقمة التي ترتفع 821 متر فوق مستوى سطح البحر، هي موطن للكثير من المنازل والقصور المبنية على الطراز المعماري الاستعماري. والتي تحول معظمها الآن إلى فنادق أو مطاعم. ويمكنك أيضاً الوصول إلى قمة الهضبة بواسطة التلفريك في رحلة تستغرق 30 دقيقة. متحف بينانغ بيرانكان، قصر فخم يعود تاريخ بناؤه إلى القرن 19، وقد كان في الماضي ملك لتاجر ثري. ويعرض المتحف مجموعة من القطع الأثرية التي استخدمت في العصور الماضية في ولاية بينانغ، وتتضمن قطع أثاث ومجوهرات وأدوات المائدة وأغراض نسائية. مزرعة الفراشات، إذا كنت ترغب في مشاهدة أنواع مختلفة وكثيرة من الفراشات الجميلة، ما عليك إلا بزيارة مزرعة الفراشات في جورج تاون، والتي تأسست في عام 1986. تعد واحدة من أكبر وأشهر مزارع الفراشات في العالم، ومركز لأبحاث الفراشات، ومحمية طبيعية للفراشات. يعيش فيها أكثر من 4000 فراشة، تنتمي لأكثر من 120 نوع مختلف من الفراشات.